وبهذه المناسبة، بمناسبة يوم شرطة البحرين، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة مريم الضاعن، عضو مجلس النواب. سعادتنا، بداية نرحب بك، وهل لك أن تحدثينا عن أهمية الاحتفال بيوم شرطة البحرين، وذلك تقديرا لعطائهم المستمر؟ مساكم الله بالخير وشكرا على هذه الاستضافة. حقيقة اليوم حبيت أن أهنئ مملكة البحرين أجمع بيوم الشرطة البحرينية. اليوم أنا أؤكد على أن ما حققته الشرطة البحرينية من عطاء وتقدم ما جاء إلا بدعم ورعاية كبيرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد حفظه الله ورعاه، وبمساندة جلية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. كل 14 ديسمبر إحنا نحتفل بيوم الشرطة البحرينية تزامنا مع الأعياد الوطنية، حيث يمثل لنا هذا اليوم في الواقع مناسبة مهمة للتعبير كبار وصغارا عن امتناننا وتقديرنا وفخرنا برجال الشرطة البواسل ودورهم الهام في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة. وفي هذه المناسبة أحب أن أرفع أيضا خالص التهاني والتبريكات إلى معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية وجميع منتسبي الوزارة. نعم سعادتنا، بلا شك أن للشرطة يعني هناك أهمية كبيرة ودور كبير أيضا في حماية وخدمة المجتمع، هل لك أن توضحين لنا ذلك؟ نعم، بطبيعة الحال يعتبر الاستقرار الأمني ركيزة أساسية للتنمية والنمو الاقتصادي والاستدامة، حيث يمثل الضمانة الرئيسية لرفعة المملكة وتقدمها في جميع ومختلف المجالات. واليوم بلا شك احنا نشوف ان هناك علاقة تكاملية مضطردة بين الامن والاستقرار، وما يتحقق من انجازات تنموية على ارض الواقع في مملكة البحرين الحبيبة. واحنا اليوم نعتز ونفتخر ان مملكة البحرين تصنف من الدول المتقدمة على الصعيد الامني، حيث ان مملكة البحرين سجلت انخفاض مستمر لمعدلات الجريمة مؤخرا. إضافة إلى ذلك أن ريادة الشرطة في البرامج الأمنية المتقدمة إقليميا ودوليا واحتضانها للمؤتمرات الأمنية والمحاضرات الأمنية الدولية على أرض المملكة، هذا أيضا يعزز من النمطية الأمنية لدى المملكة. وختاما قبل ما أختم مداخلتي، يعني حبيت أني أدعو المولى عز وجل أن يتقبل شهداء الواجب من رجال الشرطة الأوفياء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، وأن ندعو لهم بالرحمة والمغفرة. نعم، إذن سعادة مريم الضاعن عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.